معنى آية يا أيتها النفس المطمئنة؟ يكثر البحث عن معنى آية يا أيتها النفس المطمئنة الواردة في سورة الفجر وعن أحوال النفس في القرآن الكريم، فقد كرم الله تعالى الإنسان بأن جعل له نفسا تميزه عن غيره من المخلوقات، حيث جمعت النفس الإنسانية بين العقل والغريزة معا، بعكس الحيوانات التي تعيش وفقا لغرائزها وشهواتها فقط، أو الملائكة التي كرمت بالعقل دون غرائز أو شهوات. ولهذا يجب على الإنسان استخدام عقله من أجل حماية نفسه من الانجرار وراء الشهوات والغرائز والبقاء في طريق الاعتدال. إن معنى آية يا أيتها النفس المطمئنة الواردة في سورة الفجر، أي يا أيتها النفس المطمئنة إلى ذكر الله والإيمان به وبما أعده من النعيم للمؤمنين، فارجعي إلى ربك راضية بإكرام الله لك، والله سبحانه قد رضي عنك، فادخلي في عداد عباد الله الصالحين وادخلي معهم جنتي. لما ذكر الله تعالى حال من كانت همته الدنيا فاتهم الله في إغنائه وإفقاره، ذكر حال من اطمأنت نفسه إلى الله تعالى فسلم أمره واتكل عليه. وقيل هذا النداء هو من قول الملائكة لأولياء الله عز وجل. وعرف بعض العلماء النفس المطمئنة بأنها النفس الساكنة الموقنة التي أيقنت أن الله ربها فاخبتت لذلك، وهذا الرأي قاله مجاهد وغيره. وقال ابن عباس: يا أيتها النفس المطمئنة، أي المطمئنة بثواب الله وعنه المؤمنة، كما قيل هي النفس الراضية بقضاء الله عز وجل، التي علمت أن ما أخطأها لم يكن ليصيبها، وأن ما أصابها لم يكن ليخطئها. قال مقاتل عن النفس المطمئنة أنها الآمنة من عذاب الله، والتي عملت على يقين بما وعد الله في كتابه. وقال ابن كيسان: المطمئنة في هذه الآية هي المخلصة. وقال ابن عطاء: المطمئنة هي العارفة التي لا تصبر عنه طرفة عين. وقيل: المطمئنة بذكر الله تعالى بيانه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. وقيل: المطمئنة هي المطمئنة بالإيمان المصدقة بالبعث والثواب. ومن سمات صاحب النفس المطمئنة أنه يدعو ربه بجميع حالاته، عند الضر وعند النفع وعند الحزن وعند الفرح، كما يدعو ربه عند الفقر أو الظلم، ويكون راضيا بما قسم الله تعالى له. وتعرف الطمأنينة بأنها سكون القلب لشيء معين وعدم الشعور بالقلق والاضطراب، ولا يصل الإنسان إليها إلا بذكر الله عز وجل. وقد وصفت النفس بالاطمئنان في الآية بدلا من السكينة، وذلك لأن الطمأنينة تعتبر أعم وأشمل من الشعور بالسكينة، حيث أن الطمأنينة تكون في العلم واليقين الذي أوصل النفس إلى طمأنة القلب بالقرآن، بينما السكينة فهي ثبات القلب عند شعوره بالمخاوف والقلق.